الوطن، وبالتالي كان يشتغل ليلا نهارا يعني. طيب يعني هنا هذا الهندسة الصوت والتحكم الصوتي أليس كذلك؟ نعم، عندنا المهندسين الأخ خليل تويجي. هذا مرحبا خليل، تفضل تتحدث معنا. عادي ما في مشكلة. طيب تفضل، يعني طبيعة عملك في الإذاعة؟ أنا على التجهيزات الفنية، يعني كل التجهيزات الفنية هذه الموجودة هنا. أنت يعني الآن استكملت التجهيزات هذه بشكل كامل؟ تقريبا 95%، يعني ما يبقى الأشياء بسيطة جدا. لقيت صعوبات في هذه التجهيزات؟ نعم صعوبات كبيرة تجهيزات، بس ما يخص بعض المواد هنا مش موجودة في مأرب، احتاج للنقل وأشياء، فقط هذه الصعوبة، أما الباقي يعني الحمد لله تم بسهولة. تشعر بالارتياح بعد أن سمعت؟ أكيد أكيد بكل بلا شك، يعني المعروف انه الشرعيه ما العلم تبعها ضعيف جدا، لذلك قلنا ان شاء الله دي تعتبر رافد من روافد الشرعيه في الجانب الاعلامي الذي تفتقده. طيب اشكرك، كذلك ممكن نتعرف على محمد هايل. تفضل. طبيعه عملك هنا؟ بث ومكتبات. بث تتحكم في البث؟ نعم، جدوله وبث. جدوله وبث. طيب من خلال بث اليوم برامجكم الصباحيه، يعني كيف صدى هذا الرسالة أو هذا الأثير يصل إليه؟ نعم، من خلال يعني ما نقوم به من بث أو مواد إرسالها للمسامع المواطنين، لقينا استحسان عند الجميع، يعني كل الناس كل المستمعين يشكرون على هذه المواد. أنت تتحكم الآن بالبث المرسل وكذلك الاتصالات الواردة تصل إليه؟ نعم، يعني أنت صدى الرسالة المرسلة، الصدى يصل إليه؟ نعم نعم نعم. أنت راضي عن؟ أكيد أكيد. طيب والزميل الأخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. مرحبا، ممكن توقف يعني تخليك قريب. أنا من سيجلس إلى جواري. أهلا وسهلا بك أخي محمد. طبيعة عملك أول أنت؟ نوح الحنش، مهندس صوت ومخرج إذاعي. طيب أنت كنت مع تشتغل في الإذاعة في صنعاء؟ أيوة كنت أنا في صنعاء مخرج ومهندس صوت، وانتقلت إلى هنا إلى. طيب مع الانتقالة هذه تقييمك للعمل سواء في صنعاء أو في والله شوف، في صنعاء كانت يعني المجال عندك مفتوح، تقدر تعمل اللي تشتيه، الإمكانيات متوفرة بشكل أكبر. هنا في مأرب يعني صعوبة المكان وصعوبة يعني نقل الأجهزة والكذا إلى هنا تصل بصعوبة، فلا تضطر أن تشتغل بالموجود يعني، فطلعنا يعني بأبسط الإمكانيات، لكن الحمد لله رب العالمين. طيب يعني أنت تتوقع بأن الخارطة البرامجية يعني التجهيزات الفنية تتناسب معها هنا بشكل؟ لا الحمد لله تمام، يعني لا بأس، مش بهذه الدرجة أنه ضعيف، لكن الحمد لله يعني احنا جهزنا بأبسط إمكانيات. لكن اليوم كان أول برنامج مباشر معنا الصباح تفاعلي، فتفاجأنا بالاتصالات، يعني اتصالات كثيرة وتفاعل المستمعين كان تفاعل كبير وارتياح كبير لدى المستمعين بتواجد الإذاعة هنا في مأرب، بالذات من أهالي مأرب تواصلوا معنا بشكل كبير اليوم. ماذا عن النازحين إلى مأرب؟ وفي نازحين كثير، في من تعز اتصلوا لنا السامعي، في من كثير يعني. جمهور من جمهوركم في صنعاء الذي كنتم تخاطبونه في صنعاء نزح الى هنا الى مأرب؟ اكيد اكيد، في واحد اتصل بنا وعده بيكلمنا انه الحمد لله انا قال ارتحت لما سمعت ناس اف ام هنا في مأرب، لحقتنا يعني لها انا مأرب، كانت في صنعاء الحوثيين يعني قطعوها الان رجعون جديد الحمد لله. بالتوفيق ان شاء الله. كذلك ربما كان هنا مدير مركز مأرب الإعلامي، ربما هي فرصة نأخذ رأي الأستاذ وليد. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا. أنت في زيارة دائمة إلى هذه الإذاعة؟ طبعا هي زيارة للإذاعة بحكم أنها إضافة نوعية إلى عالم الإعلام، واستطاع يعتبر ثاني إذاعة بالنسبة في محافظة مأرب. يعني هذه الإذاعة الأهلية الأولى؟ الإذاعة الأهلية الأولى نعم. الإذاعة الرسمية الحكومية في مأرب عودت بثها قبل شهر تقريبا، وهذه إضافة نوعية إلى عالم الإعلام، نستطيع أن نقول أنها استطاعت شق الصمت الفضاء الموجود في الشارع. كنتم تعانوا من تهميش لمأرب أو من أن صوت مأرب لا يصل إلى أحد؟
كان صوت مأرب خاصة خلال الفترة الماضية بشكل عام كان يكاد لا يصل إلى العالم. اليوم أصبح في هناك إلى حد ما تسليط ضوء على محافظة مأرب كونها النواة الرئيسية للشرعية، انطلقت منها الشرعية وبدأ تكوين الجيش الوطني من هنا من مأرب. من المعروف أن الإعلام سلاح ذو حدين، يعني هذا الحراك الإعلامي الكبير في مأرب ربما الذي لم تشهده من قبل، ليست هناك مخاوف منه؟ الحراك الإعلامي بشكل عام يعتبر هي ظاهرة صحية، وكلما سلط الضوء على الواقع يستطيع أن يحدث نقلة نوعية بشكل أفضل، سواء في النقد في البناء أو في لا يوجد قلق لديكم؟ لا أعتقد أن هناك قلق من وجود وسائل الإعلام بشكل كبير. الزيارات هذه ليست من الرقابة المسبقة؟ الزيارات بشكل عام تشكل حافز للعمل والارتقاء بمستوى العمل الإعلامي على مستوى المحافظة. وفي أشكرك شكرا. كذلك مشاهدين الكرام سننتقل إلى هنا أيضا، هذا الاستوديو، والاستوديو هنا يبدو أنه مجهز بشكل جميل. السلام عليكم، نتعرف عليكم. أهلا سهلا يحيى الأحمدي في إدارة البرامج، وعندنا هنا بعض البرامج المباشرة التي نؤديها بين الحين والآخر. وكذلك أستاذ محمد الياسري مدير البرامج. طيب يعني أنا ستفضل ربما يعني قبل أن ترحب بي، لكن سأتفضل معكم كذا بشكل تلقائي. طالما نقف معك أستاذ محمد وأنت مدير البرامج، يعني ممكن تضعنا في لمحة كذا سريعة عن الخارطة البرامجية للإذاعة؟ والله الخارطة البرامجية احنا بنيناها بناء على المتاح يعني من الإمكانيات والقدرات، ولذلك نعتقد أنها متواضعة. نحن ركزنا فيها على محاولة لسد الفراغ الموجود في. أنت تقول تعتقد أنها متواضعة، هذا هروب مبكر؟ لا فعلا يعني إمكانياتنا المادية بالذات لا تتيح لنا يعني أنه نغطي الوقت كامل، لذلك نحن ركزنا على الجانب التعبوي، يعني المحاولة لسد الفراغ الموجود في إعلام الشرعية، فاستهدفنا نشرات الأخبار بالدرجة الرئيسية. العمل الإذاعي كامل داخل الجمهورية اليمنية مسيطر عليه من قبل الحوثيين؟ بدون شك، يمتلكون 8 إذاعات، وهذه الإذاعة الوحيدة الآن التي يعني هي في جانب الشرعية، وإذاعة محدودة الانتشار، يعني أقصد من حيث النطاق المكاني نظرا لعدم وجود أجهزة ومحطات اتصال، بينما هم يصلون إلى كل الجمهورية عبر 8 إذاعات غير القنوات الفضائية. هذه الجغرافيا قابلة للتوسع؟ لديكم خطة؟ هي طموحات وأحلام ان توفرت الدعم والإمكانيات، يعني الذي يتيح لنا الانتشار إلى محافظة أخرى. نحن نستهدف على الأقل 3 أقاليم أن تغطي هذه الإذاعة، 3 أقاليم، إقليم أزال وإقليم سبا وإقليم تهامة، لكن نحن الآن في جزء يعني من إقليم سبا. يعني أنت تتحدث بأنكم ستركزون على الجانب التعبوي، ويعني ستكون رافد للمقاومة الشعبية والجيش الوطني. من خلال لدينا برنامج يومي اسمه صناع المجد، يعني موجه إلى رجال الجيش الوطني والمقاومة. عندنا فواصل تعبوية أكثر من فاصل في اليوم، يعني عبارة عن قصائد شعرية وزوامل. غالب عليه بأنه بيكون تعبوي. طيب من خلال اليوم البث الحي للإذاعة، أنت راضي؟ والله وفق القدرات الموجودة، وفق الفريق الموجود، تعلم أنه كانت هذه الإذاعة في صنعاء فيها في حوالي 43 موظف ما بين إداري وفني ومذيع ومعد. نحن الآن فريق يتكون من 6 أفراد يقوم بهذا الجهد كله. ففي يعني حلو اختصرتم أيوة، لأنه فرضته علينا بالقوة، يعني شحة الإمكانيات لا نستطيع أن نتحمل يعني عاملين أكثر من ذلك، فجاءت الخارطة البرامجية بهذا. وفي نفس الوقت نحن أيضا إذا كان في حدود 50% خصصنا الجانب التعبوي، لم نغفل أيضا الجوانب الاجتماعية. لدينا برنامج أسري، لدينا برنامج صباحي، لدينا برامج تفاعلية، يعني أيضا مثل اليوم كان في الصباح أول حلقة من برنامج رأي الناس، برنامج تفاعلي مباشر من 9 إلى 10، يعني كان طرحنا موضوع للنقاش وهو حول هل المفاوضات السياسية التي تدور في الكويت يمكن أن تحسم أو تخرجنا من الحل. خلاصة رأي الناس في المفاوضة بالإجماع، يعني من تواصلوا معنا لا طريق، لأنه التجارب علمتنا أن هؤلاء يعني قوم لا ينفع معهم الحوار.
الرأي السائد أنه لا يعلق أي أمل على المفاوضة؟ الناس يائسين من من المفاوضات نهائيا. أعود إليك يحيى. أهلا بالجزيرة. ربما هي التجربة الأولى للعمل الإذاعي أم أن لك تجارب سابقة؟ تقريبا هي أول خطوة في العمل الإذاعي، كان لي تجارب في العمل التلفزيوني، لكن الإذاعي ربما هناك عالم آخر ونحاول نخوض هذا العالم. ممتع. الجانب الإذاعي لا يحتاج إلى اعتناء بالمظهر، يحتاج فقط أن تكون معد وأن تكون جاهز في أي لحظة. طيب أنت لديك برنامج في الإذاعة؟ لدي برنامج مسائي ضيف الناس، وهذا نستضيف فيه شخصيات متنوعة وفي موضوعات متعددة، وهناك أيضا نشرة أخبار ضمن جدول يومي. طيب ما هي المواضيع الملحة التي أنت بصدد مناقشتها خلال الفترة القادمة؟ نحن سنركز على الخدمات الاجتماعية المجتمعية هنا في مأرب، وسنركز أيضا على العمل المقاوم، وسنركز أيضا على الجرحى. هناك عندنا مساحة سأحاول أن أسلط الضوء على هذه الشريحة التي تعاني من مشاكل كثيرة. أول حلقة لك ستكون الليلة؟ كانت بالأمس، والليلة الليلة الثانية كانت بالأمس حلقة عن الوحدة اليمنية وعن انطلاق الإذاعة. طيب الوحدة اليمنية هذه، ونحن بمناسبة في الذكرى 26 لإعادة تحقيقها، هل ما زال للوحدة ذلك البريق يعني من خلال مناقشتك لهذا الموضوع؟ قد يكون في الأعمال الجماهيرية ربما يكون خفت، لكن الوحدة يحتفل بها الناس بطريقة بسيطة. أذكر لك مثال بسيط، أحد أبناء تعز الذين رحلوا من عدن إلى تعز وصل إلى بيته، فكانت زوجته قد أنجبت توأم فسماهم بأسماء في عدن، صيرا وعدن وكذا، يعني الوحدة مرحل من عدن ومطرود، لكن وصل البيت وسمى البنت باسم معلم تاريخي والولد باسم معلم تاريخي داخل عدن. فأنا أقول أن الاحتفاء بالوحدة في الداخل القلوب، ليس ربما قد لا تكون الشعارات، ربما احتفلوا في صنعاء باحتفائها وهم الذين يدمرونها، لكن هناك احتفال. أنا أظن كل إنسان احتفل بهذه المناسبة بطريقته الخاصة. أتمنى لكم التوفيق. ربما نعود للدكتور مرة أخرى. عبد القوي، إذا ربما الوقت المتاح لنا ربما لا يوجد لدينا وقت متاح كثير، فنختم مع الدكتور بشكل سريع. يعني تفضل دكتور، كلمة أخيرة دقيقة. شكرا لكم أولا على هذه الزيارة، تشجيع لنا إن شاء الله تعالى، هذه بداية بعدها خطوات. طبعا شبكة السبع الإعلامية هي الراعية لإذاعة ناس FM، وهي أيضا إن شاء الله تنوي أن يكون هناك إذاعات إقليمية على مستوى الإقليم. نرجو إن شاء الله تعالى أن نحقق أيضا أمل جماهيرنا أن نتميز في أدائنا بإذن الله تعالى. شكرا لكم. إذا أشكركم مشاهدينا الكرام، ونلتقيكم في تغطية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.